بشرى. الو، صباح الخير اخت صباح خديجه. النور، الله يبارك فيك. يطول لي عمرك، بارك الله. لا يختك الا بشرى، اهلا ومرحبا، تفضلي. اليوم غنعطيك الفقاس والحلوه ديال العين البقره. نعم، الفقاس والحلوه ديال العين البقره. الفقاس غنحتاج 6 ديال البيضات. 6 ديال البيضات بالنسبه للفقاس. زلافه السنيده. زلافه ديال السنيده. زلافه ديال الزيت. زلافه ديال الزيت. جوج خمارات. زوج خمارات. هادو كنطربوهم مزيان في واحد القصريه، غنخلطوهم مزيان، غنضيفو ليهم زلافه معمره ما بين اللوز مقطع والزنجلان والنافع. زلافه ما بين اللوز مقطع، الزنجلان والنافع. وكاس ديال الما زهر. وكاس ديال الما زهر. والدقيق على حسب الخليط، غنجمعوه. والدقيق ملي غنجمعو غنديرو حريبلات على شكل بودان. كنظن غيجمع لنا كيلو ديال الفرص تقريبا، يدخل لنا كيلو ديال الفرص. كيلو ديال الفرص كنقسموه لخمسه ديال الكرات، غير عطينا خمسه ديال الكرات على شكل بودان. غادي غندهنوه بالبيض مع نسكافي، قهوة سريعة التوابل. غادي ندخلوه للفرن. غنخليوه ملي غيطيب نص طيبة غنخليوه ليلة كاملة. إذا غنغطيوه بواحد المنديل سازك شوية، نخليوه ليلة كاملة. إذا نغطيه عاد كنقطعوه، كيجي ممتاز، كيجي مزيون. دابا ندوزو الحلوة ديال عين البقرة. عندنا نص كيلو ديال الكوك مطحون. نص كيلو ديال الكوك مطحون. غنزيدو عليه حليب محلى، حليب مركز محلى. غنحتاجو العلبة ديال الحليب المركز محلى. ممكن نعطي للسيدات كيفاش يديروا الطريقه ديال الصنع ديالو في المنزل؟ واخا. طيب نكملوا المقادير ومن بعد نعم. كيلو ديال الكوك مطحون، علبه الحليب مركز محلى، غادي نجمعو مزيان في واحد القصريه. هاد الكوك مع الحليب مع الحليب. نعم، ملي غنجمعو مزيان غناخدو حب الملوك مع السل. حب الملوك مع السل. غادي نديرو غناخدو شويه في يدينا، غادي نجمعو واحد الكره تكون في وسط من هذاك حب الملوك مع السل. يعني ناخدو شويه ديال العجينه نبسطوها في اليد، نديرو ديك الحشوه ديال حب الملوك مع السل الوسط، ونحاولو اننا نجمعو باش يجي هو الوسط وعندنا غريبه اولا كويره اللي هي مجموعه من على برا. نعم. غادي ندوزو في شكلات اسود مودار. نعم، ندوزو في شكلات اسود. غنديرو في واحد اللاطه غيدخل الفرن في عفوا غيدخل الثلاجه الكونجيلاتور حتى يجمد. نعم. ملي غيجمد غادي نقطعوه على جوج، نقطعوه على جوج غيجي على شكل العين. غيجي على شكل العين. غادي ناخذوا الجهه السوداء غنديروها اللي فيها الشكلات، غيدير شويه من التحت. نعم. كتجي على شكل العين، كتجي مزيونه. نعم. وسهله، ويعني حتى في الشكيات ديالها، والكوك مع الحليب المركز تا هو كيجي رائع. طيب حليب المركز كيفاش نصنعوه في البيت بشرى؟ غادي ناخذوا كاس ديال العنبه ديال الحليب. ديال الحليب غبره. نعم، كاس ديال العنبه ديال الحليب غبره. وكاس ديال الماء نفس العبار. نعم، وكاس تاع الماء. وكاس ديال السنيده. وكاس تاع السنيده. ديال السنيده كنخليهم على نار مهيله. كنخليهم على نار مهيله حتى كيعقد. بغيت نشير لك بانني طالبه جامعيه ووصلنا بزاف هذا البرنامج وكيعجبني. الله يبارك فيك، ما شاء الله. طالبه جامعيه في اش من تخصص واش من سنه؟ علم النفس. علم النفس، يا سلام. ودائما يعني الهوايه ديالي هي الطبخ، دائما في الكوزينه، دائما كنسول الاصدقاء ديالي، والاصدقاء ديالي اللي كانوا في الاجتماع غيعرفوني. انا ديما نكون في شي بلاصه دائما كنسول على الطبخ، ولا ديما الكتبه ديال الطبخ كيديرها. ما شاء الله، دائما. نعم. الله يبارك فيك، تبارك الله عليك بشرى، ونتمنى لك ان شاء الله التوفيق في مسيرتك الدراسيه وفي مسيرتك المطبخيه كذلك. لما لا، ان شاء الله نشوفك شيف من القدام ان شاء الله، وتنزلي لنا كتب حول الشهيوات المغربيه، علاش لا. تنحيوك بشرى.